اليوم أسمع مقطع واحد يقول هؤلاء أهل البدع ليس عندهم كتاب. يقول اليهود لو قلت عندكم كتاب أخرجوا التوراة، قال هذا كتابنا. طيب والنصارى عندكم كتاب؟ قال نعم أخرجوا الإنجيل، قالوا هذا كتابنا. قالوا أهل السنة قيل عندكم كتاب؟ قالوا نعم أخرجوا القرآن، قال هذا كتابنا. قالوا أولئك عندكم كتاب؟ لا ما عندنا، عندنا روايات. القرآن إيه عندنا القرآن لكنه محرف. اليهود ما يقول عن التوراة أنه محرف، النصارى ما يقول عن الإنجيل أنه محرف، أنت تقول أنك مسلم وتقول القرآن محرف. محرف يعني معناه يعني ما عندك شيء. اللي عندك مشكوك فيه باعتراف كل المفسرين من أهل مذهبهم. يعني ملة عجيبة هذه تضاف إلى إيش؟ لو قيل اليهود من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقالوا أصحاب موسى عليه السلام، ولو قيل النصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام لقال حواريون أصحاب عيسى، ولو قيل لأولئك القوم من شر الناس بعد رسول الله لقال أصحاب محمد شر الناس. اليهود ما قالوها، النصارى ما قالوها. اليهود ما يقول التوراة محرف، والنصارى ما يقول الإنجيل محرف، وهؤلاء يقول القرآن محرف. سأل الله العافية.